صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. ضيفنا النهاردة هو يعتبر مش ضيف، هو دائم الظهور معنا في البرنامج، هو صاحب مكان. ضيفنا النهاردة المحاسب أستاذ عصام الكومي. مرحبا بحضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. عامل ايه يا برادر؟ ازيك؟ فضل والله. حضرتك دماغك ما بتبطلش ازاي تشتغل، يعني هي شغالة في خدمة المواطن. دايما ليك أفكار، دايما ليك اقتراحات في حق المواطن. انا بكلم نفسي وانا نايم. عارف؟ والله متأكد. والله بكلم نفسي وانا نايم الحمد لله. حضرتك دماغي شغال على طول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احلى بدايه نبتديها لما نذكر سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لم يهم امر المسلمين فليس منهم. وفرت السؤال اللي بعديه: ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. يعني صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حضرتك عملت فكرة اسمها جبر الخواطر. الأول فكرة دي جات لحضرتك منين؟ بعد كده نشرح للسادة المشاهدين إيه هي فكرة جبر الخواطر. بس عايز أعرف الأول الفكرة جات لحضرتك منين؟ من الغيظ. من الغيظ. أنا لما بتغاظ بيطلع مني حاجات عجيبة كده. طب وإيه اللي غاظ حضرتك؟ دايماً عايز تاخد مني شغل. أستفزك. صح. انا لما بستفز تحت الضغط ببقى فظيع، ما حدش يوقفني. الحقيقه يعني انا اتغصت. بمعنى انه الاقي كل شويه طالعين لي بحاجه اسمها باسماء كده غريبه جايه لنا من بره، لا بتاعتنا ولا سكتنا ولا اسمنا ولا صفاتنا ولا شخصيتنا. احنا كامه محمد صلى الله عليه وسلم تقليد الغرب يعني. ما هو طبعا هو عايز يحطمك في كل حاجه. يوم بعت لك حاجه اسمها، عارف ان افضل يوم عندك كمسلم يوم الجمعه؟ طبعا. يوم مسمي لك حاجه اسمها الجمعه السوداء، البلاك فرايدي، واحنا نجري جري وفرحانين ومبسوطين ونعمل يوم عيد وفسحه وخروج وشيرة ونصرف كل يعني. المهم يعني مش هدخل في التفاصيل، ولكن ايه البلاك فرايدي؟ يعني ايه الجمعه السوداء دي؟ ولما الناس بدات تاخد بالها ولما اتكلمنا والناس بدات تتكلم قال لك سمينا الايه الوايت فرايدي، بدل بلاك فرايدي وايت بلاك فرايدي سموها الجمعه سموها بدل بلاك فرايدي سموها وايت فرايدي. انت واحنا لا تتبعونا سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى ولو سلكوا جحر ضب لاتبعتموهم، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا عاملين نقلد واحنا مغميين عينينا، ما لا بنفكر، نقلد وبس. احلى حاجه عندنا التقليد. فانا الحقيقه اتغصت جدا، بقيت متغاظ وبقيت يعني اكتب ونوه واقول يا جماعه ما ينفعش، يا جماعه اي محل عامل بلاك فرايدي ادخل اقول له يا اخي اتقي ربنا، يا عم اعمل حاجه، يا عم ما ينفعش حاجه اسمها الجمعه السوداء، ده يوم عيد عندنا ما ينفعش. وبعدين بس ما لقيتش يعني انا لما اتغصت قوي زياده عن اللزوم قلت عايزين نعمل حاجه تكون مخالفه لكده، وحاجه فيها اتباع لسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجه يعني نقابل بها ربنا. انا طبعا بتكلم عن نفسي يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان انا اكون ده همي وصدقي مع نفسي ومع ربنا، هو اعلم بمن اتقى. فجت في التوقيت اللي بفضل الله سبحانه وتعالى كنا بنعمل فيه معرض للملابس لغير الأهالينا غير القادرين مجانا لأهالينا لغير القادرين. ده معرض ملابس خاص لغير القادرين. لغير القادرين يعني ما هوش فلوس يخش ياخد مثلا أو ولا بيشتري بنسبة بسيطة لا يا فندم، ولا مليم. طبعا في ناس أفاضل، طبعا ناس أصحاب محلات تبرعوا بملابس. تمام. واخد بال حضرتك؟ في ناس. ده كان مكانه فين يا فندم؟ في مسجد او في الساحه بتاع المسجد، مسجد فاطمه الزهراء في شارع النقيب محمود الكومي الاشرف سابقا، معروف المسجد وفضل الله سبحانه وتعالى. وعندنا الساحه بره تم عمل المعرض فيها، المعرض الاول. والحقيقه قلت المعرض الثاني ان شاء الله نعمل اخر جمعه في رمضان نسميها جمعه جبر الخواطر، اللي هي بدل بقى المبادره، بدل بقى البلاك فرايدي. ودي بدايه المبادره ولا حضرتك بدات اصلا في المبادره؟ خلاص مبادره جبر الخواطر. لا ما انا حضرتك ده كانت ده التفكير، ده كان التفكير. وبعدين قلت يعني احنا بنعمل حاجه تانية، فبدل ما نخليها جمعه واحده في السنه ونسميها كده، طب ما احنا نعمل حاجه تانية
يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انا علاقاتي بالساده الافاضل الاطباء في طنطا على جميع مستوياتهم من اعلى مستوى الى يعني لو الناس كلها محترمه وكلهم اصدقاء. حضرتك شخصيه محبوبه يا فندم في الغرب، ربنا يبارك في عمرك، دي حقيقه فعلا. وجميع التخصصات الحقيقه الناس عمرهم احنا كنا بنعمل حاجه برضو انا قلت اعدلها بقى من الفكره، اعدلها اضمها للفكره وتنتشر الفكره. ما في حد من الساده الاطباء المحترمين، وخايف اذكر اسماء وانسى اسماء، لكن يعني اذكر من الناس الافاضل الدكتور اشرف الدسوقي، الدكتور اسامه شلبي. تخصص ايه دكتور اشرف الدسوقي؟ الدكتور اشرف الدسوقي تخصص رمد طبعا، استاذ في كليه الطب ورمد. والدكتور اسامه شلبي تخصص رمد. الدكتور محمود سليم طبعا بروفيسور ده بطنه، وطبعا هو مشرف على المستشفى الفرنسي. والدكتور احمد غنيم على المستشفى الجامعي. وغيره من الساده الاطباء، والدكتور احمد تفاعلوا مع حضرتك عظام، والدكتور امير الخواجه. هم اصلا من البدايه انا ما بعتش اي حاله. نعم دكتورة إنجي. الدكتورة إنجي عبد الوهاب دي طبعا دي أختي الفاضلة، ويعني أنا ما أنا بقول أنا خايف والله، وكلهم أنا عارف أنا بذكر حضرتك. طبعا ما شاء الله وكلهم تربطني بيهم علاقة طيبة جدا جدا، والناس متفاعلين أصلا بالطبيعة. ما في حد حالة أبعتها إلا الحمد لله يقوموا بالواجب يكشفوا مجانا، ولو عنده الدواء في العيادة يصرف له الدواء من الدواء اللي موجود، العينات اللي موجودة. حد محتاج العملية بيساعدوا بقى في دخول المستشفى الجامعة أو مستشفى الفرنساوي طبعا، ودي بتحتاج لواسطة وشغلانة كده طويلة عريضة. حتى العلاج على نفقة الدولة بيساعدونا برضو فيه، فالناس يعني ماشية معانا. فأنا قلت يعني طالما ربنا مدينا القاعدة دي والمحبة دي والناس متعاونة، ما تيجي نكملها بنضم بقى الفكرة دي كلها للمبادرة. يعني نعمل ايه؟ يعني حد من السنة من هنا ولدت فكرة المبادرة جبر الخواطر. وبدل ما تبقى عيادة او يوم جمعة، لا احنا نعملها مبادرة شاملة لجميع التخصصات، للغير قادرين. طبعا اصل هو الغير قادرين، وانت حضرتك حتى اللي قادر وانت عايز تنشط نفسك وعامل خصومات، يعني هتبقى ليها مجمع عيادات. هو مش مجمع عيادات، هو انا طبعا اتمنى. انا شفت في المقدمه، شوف حضرتك عاملين اللوجو هنا اللي احنا عاملينه، مبادره جبر الخواطر. فليه حضرتك زي ما حضرتك المبادرات بتاعه سياده الرئيس، المجمعات الاستهلاكيه هو معلق، او السوبر ماركات الكبيره معلق ان هو مشترك في المبادره دي، صح؟ فاحنا لما نعمل بتاع اللوجو زي ده ونعمله لوجو يتعلق، المكان اللي هيشترك في المبادره يعلق، العياده اللي مشتركه يعلق لوجو شكله شيك ومحترم. يعني حضرتك مثلا اطباء مثلا داخلين في المبادره يعلقوا لوجو العياده عندهم ده، ومعامل معامل تحاليل والمعامل مراكز اشعه طبعا ربنا يبارك فيهم ايا كان. عندي معامل شغاله معايا ما شاء الله، مراكز اشعه شغاله معايا ما شاء الله، حتى الصيدليات الدكاتره الصيادله اصدقائي واحبابي عاملين نسب خصم كبيره، وعندهم قد يكون حد متبرع بالدواء فبيصرفوا الدواء مجانا، يعني او عامل عنده رصيد بحيث ان هو لو جاله حاله غير قادره يصرف له الدواء مجانا. واحد زي احمد بيه كده جه يقول له والله خلي عندك ال1000 جنيه دول لو سمحت لما يجي لك حاله غير قادره، علاج لغير القادرين. فانت اي مؤسسه اي جهه اي حته هتشترك في المبادره تعلق اللوجو الجميل ده الشيك ده، وده يبقى انا داخل المكان حتى لو انا قادر وعارف هقول روح المكان الفلاني هتجد حاجتك هناك، سواء انت عامل عليه خصم كبير. انا هضرب لحضرتك مثل. اتفضل. لما بدات انشر الفكره على الصفحه عندي، احد الساده الافاضل، انا عشان كده بقول ايه حتى رجال الاعمال وجميع التخصصات، صديق له عنده محل نظارات، تمام، واخد بال حضرتك، لقيته بعت لي. قول اسمه، قول اسمه. الاستاذ فواز، تمام، ربنا يبارك فيه، بعت لي. اصل راجل زي شخصيه زي دي يستحق ذكر اسمها في الموضوع ده، او كل من ساهم في مبادره جبر الخواطر
يستحق ذكره. الحقيقه انا والله خايف، هي بس الفكره ان انا خايف. لا تمام. اخونا الاستاذ فواز ده عنده محل بتاع نظارات، لقيته بعت لي شنطه ما شاء الله شنابر، وقال لي الشنابر ديت لغير القادرين ما شاء الله. طيب فانا ربنا كرمني برضو، فكرت زي ما قلت حضرتك بتقول كده، عملت المقدمه. انا عندي من الساده الاطباء الاصدقاء والتخصص بتاع الرمد اللي بيكشف مجانا، وعندي حد جايب لي شنابر. تمام. يعني واخد حضرتك، فاضل عدسات طبعا نضاره كامله. عندي طبعا اخونا الاستاذ محمد غباشي. تمام. صاحب محل انا ما تمام 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 عنده تمام. محل ايمج اللي هو على ناصيه ايمج عند الاشاره بتاع محب مع سعيد، وده صديق وجاري وابن المرحوم الشيخ الغباشي طبعا. كان من الناس قراء القران المعروفين، ربنا يبارك له. قال لي برضه دخل معايا، قال لي اي حد عايز يعمل نظاره ابعته لي فورا غير قادر. فانا عندي الدكتور اللي هيكشف. ادي كده حتى نزلت بوست على الفيس، قلت يا جماعه النظارات لغير القادرين. غير القادرين بالظبط كده. وارسلت رسائل على الواتس وحطيت صور للشنابر. صور للشنابر صور اللي يعني جات لي، وطبعا برضه شفتها انا على صفحه حضرتك. يعني هو العمليه انت ربنا سخرك يعني الحمد لله. هو يعني لو انا عندي مال، ده حديث سيدنا النبي برضه صلى الله عليه وسلم، انا باخد ثواب زي اللي عنده مال وبيوزع فلوس بالظبط. ده بالنيه. لكن انا ما عنديش القدره ان انا اساعد بالمال، لكن ربنا مديني قاعده بيانات ومحبه واصدقاء والناس شبكه علاقات ومجهود، وبيقولوا لك بالظبط كده اللي انت عايز تعمله يعني احنا معاك. فهي بس التوظيف. فانا لما يجي الكشف هنا مجانا، ويجي الشمبر هنا مجانا، ويجي المحل اللي هيعمل العدسه مجانا، يبقى غير القادر طلع بالنظاره من غير ما يدفع ولا مليم. وهكذا. يعني حضرتك انت بقى قيس على استاذ احمد الفخراني، احمد ابراهيم بتاع الفرنساوي، معروف برضه في طنطا. لقيته بيكلمني قال لي انا معاك. قلت له انت معايا ازاي يعني؟ قال لي اي حد، اي طالب غير قادر ومحتاج لتقويه لدرس، مش فاهم حاجه، يجي لي وانا تحت امره، وانا مشترك معاك في المبادره. هو ده المقصد من ان احنا نعمم المبادره. هتقول لي طب ايه يعني إيه انت بتقوله؟ يعني احنا محتاجين يا استاذ احمد في الوقت اللي احنا فيه ده ناخد بيد بعض. احنا هنقف قدام ربنا يوم القيامه. صح. انا اتمنى انه فلان اللي انا كنت احسبه على خير في الدنيا، ادور عليه وانادي عليه، بدور عليه علشان ياخد بايدي يشفع لي يوم القيامه. فالموضوع هنا على فكره، من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منه، صح ولا لا؟ صح. طيب انت حضرتك في الدنيا بتعمل ايه؟ دورك في الدنيا ايه؟ مش اكل وشرب ودايره بتدور وتاكل عيالك وتشرب عيالك وعلمتهم؟ مش ده مش ده 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 حياتك انت عشتها بطول بالعرض، نجحت فيها فشلت فيها، ده مش هو ده الاساس. الاساس يوم القيامه جبر الخواطر، وما عبد الله عز وجل بافضل من جبر الخواطر. انا بالله يا اخي الام لما تروح يا ابن ربنا يجبر بخاطرك. يا سلام، دعوه جميله طبعا. يجبر بخاطرك، احنا محتاجين لربنا يجبر بخاطرنا يوم القيامه. صح. يعني لو فهمنا كلمة جبر الخاطر، ودي سنة سيدنا النبي، ما حدش كان بيجي لسيدنا النبي ويطلب منه حاجة وسيدنا النبي يرده. عليه الصلاة والسلام. كانش يرده أبدا. فإن لم تجد فبالدعاء، يعني حتى لو ما معكش حاجة ادعي له. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. احنا محتاجين في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن المادية اللي طغت علينا بشكل مرعب، زمن نسيان كتاب ربنا وسنة سيدنا النبي، نسيانه. في زمن بقى كل يقول نفسي إلا من رحم الله، في زمن الأمراض وتنتشر فيكم الأوجاع والأسقام والأمراض وما لم تسمعوا به من قبل، لما حذر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الزمن اللي احنا فيه ده. الزمن ده اللي احنا فيه محتاجين انه ما نبقاش عايشين في 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 مادية مقيتة بهذا الشكل. في حاجة اسمها الشعور الإنساني. الناس مع بعض شكلها إيه؟ مين منا بقى يعرف جاره؟ تفاصيل جاره، مين؟ محدش عارف. كل واحد عمال في دايرته وماشي في الدنيا.
الكلام ده ماله؟ يعمل ايه؟ الكلام ده هيخلينا نسال على بعض. لانه ممكن من ضمن الحاجات اللي كنت اتمنى وعملت عليها مبادره وعملت عليها شغل جامد جدا. وحاجه غريبه جدا. تحس ان الناس ايه؟ تقول لك الله ده حاجه جميله جدا، طب يلا. معلش انا مش فاضي. لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه اسمها مجلس اداره الشارع. مجلس اداره الشارع. منطقه زي دي كده. تمام. منطقه زي دي. فيها خمسة ستة سبعة عشرة من الناس اللي هم الكبار بتاع المنطقة بتوع الحتة دي، ما تعملوا مجلس إدارة الناس دي تبقى مسؤولة عن المنطقة دي، بحيث إن المنطقة دي ما يبقاش فيها جعان، ما يبقاش فيها حد عايز يعمل عملية ومش عارف. الكلام ده صعب على فكرة. زمان كان موجود كده بس كان بشكل تاني مختلف. طبعا ما هو ما هي كان بشكل تاني مختلف. كان بشكل مختلف خالص. صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، لدرجه من كتر وصيه جبريل على الجار طبعا بامر من الله. طبعا انا ظنيت ان الجار هيورث معايا. هيورث جاري. شوف لدرجه ايه يعني، من بقيه اهلك. من اساس الاهل كمان. لانه مش اي حد بيقول لك وصل على سابع جوه. مش اي حد. سابع فين السابع؟ ولا اول حتى دلوقتي. مفيش. فين؟ فهي احنا محتاجين. يعني كانت فكرتك مثلا مجلس اداره لشارع مثلا زي شارع ست النقيب محمود بيعصام ابن حضرتك طبعا. ربنا يبارك فيه. ربنا يبارك لك فيه ويحفظه يا رب. وبطل من ابطال الناس اللي بنتشرف بيها طبعا يعني. ربنا يخليك. حضرتك بتدور على فكره مثلا ان مجموعه من الناس الكبيره في المنطقه دي، طب ما هو لازم يكون الناس دي قادره ماديا بحيث ان هي تقدر تساعد، ولا يبقى في تجمع مثلا لاهالي مثلا في يوم وقت في 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 في, في مسجد او فكرة حضرتك كانت بتفكرها ازاي؟ طبعا انا قلت لحضرتك فكره من اللي هم خمسه سته اللي هم الكبار بتوع المنطقه. الكبير هنا مش كبير لفظ، الكبير هنا قيمه، الكبير هنا اللي هو انت حضرتك حضرت اعداد صحه قبل كده. ناخد فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا. ورجعنا بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز صديق البرنامج محاسب استاذ عصام الكون. هي فكره حلوه على فكره بجد، يعني ان كل مثلا يكون كل منطقه، مش شارع بقى يعني، كل منطقه ليها ناس قيمه وقامه، ناس عندها حسن التصرف، شخصيات عندها حس الانساني، بحيث فعلا ان لو في اصل يعني جميع المناطق ما بتخلاش، يعني فيها الغني فيها الفقير فيها القادر فيها الغير قادر. فلو تولى القادر على مصاريف الغير قادر، دي في حد ذاتها ثواب واجر عظيم عند ربنا. دي كان ليها اليات يا استاذ احمد. ليها اليات طبعا. ليها اليات. لانه الكبار ده مش هيبقوا من فراغ. هم زي بالظبط كده حضرتك، هو عضو مجلس الشعب ده لما بينتخب بناء على ايه يعني؟ تاني هنخش لو انت في مجلس الشعب. لا عضو البرلمان. لا مش ما اقصدش والله. لا ده بيعتمد على ايه؟ ما بيجيش واحد يطلع كده. لا ده له سوابق. مش سوابق. لا له سوابق. يعني راجل له قاعده. راجل له يد عليا. راجل بيتصرف في الازمات. راجل مسموع. راجل كلمته بتوصل للمسؤولين. له حسب ونسب ولو يعني كعيله وهو. فالشخصيه اللي زي ديت بتنجح ليه؟ من الدعائم دي. مظبوط ولا لا؟ لما نيجي احنا بقى ندور على منطقه، ما انا بقول لحضرتك منطقه وليكن منطقه زي طبعاً. منطقه محب مع الاشرف عندي مع 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 الحلو دي الحته دي كلها. دي لما يبقى فيها مجلس اداره 10 و10 من اللي احنا بنتكلم فيهم دول. الناس دي بتطلع زكاه ولا ما بتطلعش زكاه؟ اكيد بيطلعوا زكاه. بيعملوا ايه بقى؟ ودي النقطه الثانيه. يعني انا مش عايز اقلب لقناه دينيه. لا انا عايز اتكلم براحتك. لا 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 آه يعني انا بتكلم. لو احنا بنطلع الزكاه صح ما كانش هيبقى فيه فقير. لما تلاقي حالتنا بالشكل ده وفي فقراء وفي ناس مش لاقيه تاكل، تعرف ان الزكاه ما بتطلعش او ما بتطلعش صح. بس يعني في ناس ما بيطلعوش الزكاه، ده شغلان. ولما بتطلع بتطلع خطا. ولما بتطلع ليه بقى؟ ليه بتطلع غلط؟ لانه الاصل في الزكاه ان حضرتك تدور
والأقربون أولى بالمعروف. وكنا دايما بنتكلم عن الزكاة نقول إيه زي ما تعلمونا المشايخ كده، طبق المثل بتاع أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. طبقه في الزكاة. تخيل يا أستاذ أحمد إن الفقه بتاعنا، الفقه بتاعنا السلس الجميل ده يقول لك لو ابن عمك محتاج لزكاة هو أولى، وابن خالك محتاج لزكاة تدي لمين؟ حتى دي الشرع ما سابهاش. أدي لابن العم، لابن الخال، لابن الخال، لابن الخال وابن الخالة الأول قبل ابن العم وابن العم. والله ليه بقى؟ لأن ابن الخال وابن الخالة ده من رحم الأم، الرحم. طب من رحم الأم. طب من رحم. ثواني ثواني، مواطن، ابن عم، ابن خال، مواطن. انا يعني بالنسبه مثلا لحضرتك عندك مواطن، عندك ابن عم، عندك ابن خال، حد التلاته محتاجين غير قادرين مثلا ابن الخال، فالزكاه هتطلع لابن الخال، ابن الخال مش للمواطن ولا لابن العم، ابن الخال، ابن الخال. والاصل في الزكاه التملك، ما تروحش انت حضرتك تروح تجيب له هدوم وتفرضها عليه ودي طلع طعم الزكاه، ما ينفعش. انا بتكلم بقى، انا عارف دلوقتي هيجي لي بقى دلوقتي ايه اديله ماديا يعني اساعده ماديا. الاصل طبعا، الاصل في الزكاه التملك. طب لو هو لو مثلا لو اللي هياخد الماديات هياخد فلوس في ايده مثلا، مش هيصرفها في المكان الصح دي يعني انت ولي امره؟ لا انا مش ولي امر، ما هو مش ولي أمر. انا بسال، لا ما هو انا عشان ما بقاش سبب مثلا ان انا برضو هو مالكش دعوه. انت اصلا انت مؤتمن على حقه. هي مش فلوسك. الزكاة مش فلوسي، مش فلوسك. دي فلوسه هو. بس ربنا حطها في ايدك انت علشان يختبرك. يعني الزكاة اقرب للناس اللي انا اديهم، مش اي حد كده، لا الناس اللي لو عندي حد في عيلتي محتاج. ده فرض. الناس احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك العيلة هيعرفوا انا معايا قد ايه. الزكاة فرض فعلا. لا انا عارف. لا ده فرض الاقرب. الاقرب هو ده فرض. طبعا. طبعا انت حضرتك لما تيجي تقرا القران والسنه هتجد الترتيب بتاعها كده. الاقربون اولى بالمعروف. كما قال صلى الله عليه وسلم. بس انا عايزك تكمل. فهي ثنتان. عايزك تكمل حاجه، يعني هي فعلا اللي بتحصل في الواقع الحقيقي يعني. ما هو انا مش انا بتكلم من الواقع. انا هدي العيله، فالعيله كمل بقى. انا عشان هي لما تيجي تدي لحضرتك بقى يقول لك ايه، انا لو اديت بقى لابن عم وابن خاله هيبتدوا بقى يقول لك ده معاه قد كده، ويبتدي بقى ايه يبص لي بصه ومش هخلص منهم. امال يعمل تعمل ايه؟ روح بقى طلعها للمؤسسه الفلانيه او للمعهد الفلاني او للمستشفى الفلانيه واخلص. ودول يروحوا فين؟ قرايبك، صله رحمك اللي ربنا هيحاسبك عليهم اصلا. دي فلوسه هو مش فلوسك. انت مش مخير ان انت تختار، ده انت ده مفروض عليك انك تدور على ايه؟ صله الرحم، عشان الرحم الام اللي هم ياخدوا. انت تدور على اللي ما بيقولكش ايات. اللي عنده كرامته واجعاء قوي وزي ما بيقولوا ساكت ولو عليه. طب ما علشان ما يحسدكش يا اخي. الزكاه من امراض، من الزكاه انها بتعالج من الامراض الحقد والحسد والغل. امراض مجتمع خطيره جدا. فطالما تشوف المجتمع بهذا الشكل تعرف ان الزكاه ما بتطلعش في مكان او ما بتطلعش. ناس مكبرين دماغهم، عمالين يزودهم في فلوسهم وحصلتهم ومكبر دماغهم، ولا فاهم يعني ايه زكاه، ولا عارف فرضها يعني ايه، ولا بتطلع ازاي، ولا مش فارقه. طب المره الجايه، طب السنه الجايه، يا عم ما انا اديتك بقى. ويشخط ويمطر، هي فلوسك تشخط وتمطر على دي. انت لو فاهم ان انها انت مؤتمن وانها دين في رقبتك وهتسال عنها يوم القيامه، تبقى عايز تخلص. لما تيجي تخلص بقى تخلص منها ازاي؟ وبعدين اذا اعطيتهم او اذا اردت ان تعطي فاغني. يعني ايه؟ يعني لو انا معايا 1000 جنيه، لو معايا 1000 جنيه زكاه هطلعها ازاي ال 1000 جنيه؟ يقول لك 10 ادي كل واحد 100 ولا اديهم لواحد؟ الناس بيقول لك بيشتغل بمزاجه هو، بمزاجه يقول لك لا ده انت تدي ال 10 عشان تاخد الثواب الاكبر. لا يا حبيبي، ده مش الثواب الاكبر. انت تحول تدي للبني ادم ده، تحوله من مستهلك من يد سفلى الى يد عليا. لما تجيب له قفص برتقان وشويه خضره ومش عارف ايه يقعد يبيعهم، هيبطل يسال، هيبطل يشحت، هيعرف يفتح بيته. السنه الجايه مش هياخد منك، هيبقى عنده ويبتدي يبيع. يعني اساعده عن طريق الزكاه، اقومه عن طريق الزكاه. بالظبط كده.
ففي حاجات كتير من هذا المنطلق لازم وانت عايش في الدنيا اديله زكاه تشبعه. مش ده ما حقه. انت بتطلع زكاتك قد ايه؟ طلعها، هات اللي محتاج المستحق، اقرب الناس اليك اللي مستحق واديها له. هو لما لما انت حضرتك تيجي تدي له المبلغ ده وتقول له انا بشجعك عشان تعمل كذا، ولما تيجي تفكر سوا طب انا عندي خبره، ما تيجي بدل ما يعني ايه وتمشي حالك وبرضه استاذ زمن مثالي قوي. ده مش مثالي، ده الشرع. هو الشرع احنا علشان بس احنا في زمن مش الزمن. الزمن ملوش دعوه. الزمن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانا الفكره كلها نبع الثاني. او على فكره حضرتك دي فعلا مش هيبقى فيه فقير، لان لو كل واحد في عيله مثلا، كل اتنين في عيله او كل ثلاثه في عيله، بص للفقير عنده هو بص للغير القادر عنده. هو مين اللي شرع الزكاه؟ سبحان الله، ربنا هو اللي فرضها صح؟ يعني اه طبعا. النسبه اللي ده ركن من اركان الاسلام. والنسبه اللي اتحددت اللي حددها سيدنا النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، دي معموله كده؟ لا 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 لا, لا مش هبان. النسبه دي لما تطلع صح مش هتلاقي فقير. فكون انها ما تطلعش او بتطلع غلط لازم تلاقي فقراء، وهتجد المجتمع بهذا الشكل، وبالتالي تنتشر بقى الامراض في المجتمع، قول وحدث ولا حرج. وده طبعا برضو ده دافع تاني من الحاجات اللي بتتعمل اللي احنا بنقول اهو. الفقير لما يلاقي انت بتطبطب عليه زي المبادره بتاعت اللي احنا عاملينها جبر الخواطر، لما الفقير يلاقي حد بيطبطب عليه، حد بياخد بايده، عايز يعمل عمليه بيعمل، عايز هدوم بتجيله هدوم، عايز يعمل نظاره يلاقي، عايز من ضمن الحاجات انت بتعملها مصاريف المدارس. مش بنعمل مصاريف المدارس؟ اه طبعا. طب مصاريف المدارس دي موضوع علشان ايه؟ الاب عنده عيالين ثلاثه مش قادر يدفع لهم، امكانياته ما يدفعش المصاريف، فانت بتدفع المصاريف بتاع المدارس. ما تدخل انت طبيعي بتعمل كده زي الاطباء، ما هو الاول اصدقائنا كانوا بيعملوا كده، هم بيعملوا كده، فاللي هم بيعملوش هيعملوا حاجه جديده، بس لما ندخل ونبروز هذا العمل ويبقى السنه دي نطلقها في المجتمع، لعل المجتمع يتغير نفسيا، يتغير شويه، يفتكر ان في حاجه اسمها علاقه ما بين العبد وما بين يختشي ربنا. يختشي. وبعدين يا اخي هو ده مش بني ادم؟ طب اشمعنى ربنا اداك انت وما اداش لده؟ اشمعنى يعني؟ هو احسن، انت احسن منه؟ ما انتش احسن منه. هو ربنا بقى لا، ما انتش احسن. ده بالعكس، ده انت مختبر. فقراء امتي يدخلون الجنه قبل اغنيائها ب 500 عام. يا الله. هكذا او 70 خريفا في روايه في حديث. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. والفكره ايه؟ ما هو الفقير لما يقف قدام ربنا هيتسأل عن ايه؟ او اقول لحضرتك على حاجه من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها زمان قوي، المشايخ اللي بيعلموا يقول لك اب ولله مثل اعلى، اب عنده ثلاث عيال الكبير والوسطاني والصغير، جاب الثلاثه ادى للكبير 100 جنيه وادى للوسطاني 50 جنيه وادى للصغير 10 جنيه وقال لهم روحوا ومش عايز حد يرجع لي بفلوس معايا وعايز اشوف انتوا هتعملوا ايه. راحوا ورجعوا. شفت حضرتك الرماله اللي بيعملوا عليها القهوه والشاي؟ الرمل اللي بيسخنوا تحت، جاب رماله وسخن تحت الرمل، والعيال رجعوا وقف الثلاثه على الرماله. مين اول واحد هينط من على الرماله وينزل؟ مين اللي خد مبلغ صغير بس، اللي امكانياته كانت محدوده قد كده. اشتريت ايه يا ابني؟ انا جبت بخمسه جنيه عيش وخمسه جنيه حلاوه. انزل. ما قعدش. الوسطاني طول شويه والكبير قعد. فالمال ما هوش نعمه. يا ريت المال بعض الاوقات نقمه وليس الا من رحم الله. الا من رحم الله. الا من رحم الله. الا من استغل هذا المال في هلكته او هلكته على الدين، يعني يدافع عن الدين اللي ربنا مسخره. واخد بال حضرتك ده اللي هو ايه؟ دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. صح. جات راحت مش فارقه معانا، في القلوب ثبتت. خلصنا. اه لا، ده بيستغل المال كمان في انه عمال يفتح الطرق والسبل يوم القيامه عشان يستقبلوه بالورود. فلما يكبر بخاطر الناس ما نفرج عن مسلم كربه،
من كرة بالدنيا. اتفرج عنه والله يوم كنا الكلام ده احنا حافظينه اه طبعا وبيتقال وكانه محدش بيعمل بيه تحصيل حاصل الا من رحم الله. لا في في ناس محترمه جدا وفي ناس عارفه طريقه كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه الا من رحم ربنا. ولذلك احنا محتاجين ان احنا نحفز الهمم المبادره ديت. في ناس بيعملوا اه بس عايزين نقل لما 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 اعلنا عنها لو ما كتبت على الصفحه لقيت زي ما بقول كان في رد فعل رد فعل ممتاز تمام فانا قلت وده الدافع على فكره. اولا انا نسيت اشكر اسره البرنامج واشكر حضرتك بصفه خاصه لان انتوا لا انتوا اشتركتوا معانا في الحمله فعلا من غير ما حضرتك يعني كنا ان حضرتك تفسح المجال تفسحوا المجال لنشر هذه المبادره وبعدين تعاملوا لي معامله خاصه خالص طبعا. لانها مبادره خيريه فطبعا لازم لازم من لم يشكر للناس لم يشكر لله فلازم اقدم الشكر لكم الاسره كلها وحضرتك لانه انتوا اصلا اشتركتوا معانا في نشر هذه المبادره والدل على الخير كفاعله فاحنا بنحفز الناس. ما انتش عايش في الدنيا بمزاجك ولا لنفسك. احنا الامراض عاملين شكلها ايه؟ الوباء شكله ايه؟ طب حضرتك حول حضرتك انا حابب اخص بالذكر او اذكر الدكتور هشام غيت صيدلي. الراجل ده انا قطع نفسه معايا مدوخه والله العظيم مدوخه ليل ونهار في اي وقت وخصوصا في الحالات اللي هي البروتوكول بتاع الحالات الصعبه بتاع غير آه بتاع الكوفيد البروتوكول المطلوب والحالات والادويه والاخر في اي وقت او مكلمه مصحي نايم صاحي بقى موجود ولا مش موجود عفوا الراجل مشغله معاه وطيب وابعت له ريشته يقول لي اه اتفضل والريشته دي موجوده ودي ايه ده علاج لغير القادرين بيطلع العلاج اقسم بالله بثمنه ولا يكل ولا يمل بثمنه ولا يكل ولا يمل ولا يمل بثمنه يعني هو تحية من 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 اسره البرنامج للدكتور هشام غيط واخد بال حضرتك صح كده اه طبعا الدكتور هشام غيط فناس كتير بقى على انا على هذا على هذا المنوال من الاصدقاء والاحباب وجميع التخصصات. انا حبيت ان انا انقلها من الطبي لجميع التخصصات ورجال الاعمال. يا عم انت حضرتك سوبر ماركت طب ما تقف النهارده قول يا جماعه النهارده احنا هنبيع الحاجه بسعر تكلفتها. انت متخيل انت هتبيع قد ايه؟ انت متخيل مش بسعر تكلفتها لا يا عم نسبه ربح بسيطه أصل يعني لو بنسبه ربح بسيطه التاجر عايز تكلمه كلمه بلغه المكسب والخساره. انت كسبان كسبان في الاخره وكسبان في طبعا الدنيا طبعا هو كسبان كسبان في الاخر وكسبان يعني وكسبان في الدنيا. لا انا مش بقول بنسبه تكلفه لا بنسبه ربح بسيطه جدا ليك يعني برضو معدل دوران المبيعات عندك هيبقى شكله ايه؟ مش معدل هيبقى قوي وهيبقى فيه رجل داخله وهتعمل لك شو وهتعمل لك دعايه عندك حاجه راجل يا عم هتلحق تجاره. انا فاهم انا بكلمك بقى ما هو برضه بلغه التجاره يعني ايها التاجر تاجر مع ربنا تاجر مع ربنا في الناس في ناس كتير مش لاقي وخصوصا في الوقت ده في ناس كده اللي داخل يقول لك اديني تمن جبنه بيضه يا اخي اديله ربع هو انتوا مش بتعملوا اصلا يقول لك ايه المج ده وعليه مج هديه لا اله الا الله يعني انت يعني الدنيا سامحه اهي وكسبان. لا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني دام الموضوع فتح في النقطه دي بالنسبه لحضرتك الموضوع بلاك فرايداي والحاجات دي اساسا لما الكلاين العميل بينزل يشتري حاجه مثلا بيكون المحلات مظبطه اسعارها يعني الحاجه مثلا انا اقول مثلا شميز الشميز ده ثمنه قبل البلاك فرايد دي ثمنه 100 جنيه بيبيعه عادي يعني فهو فاهم حضرتك ازاي هو بيزود في الاسعار بحيث لما يجي ينزل يقول لك انا نزلت ده بيضحك على مين؟ هو كل المحلات كده يا بيبي انا ما ان شاء الله يقول لك انا اسف بيضحك على مين؟ بيضحك على الناس بيضحك على الناس واسمها لا هو بيضحك على نفسه بيضحك على نفسه لا والناس بتصدق هو الناس يقول لك هتشتري الطقم ده هو هياخد حقه يوم هتشتري القيامة قطعه هتاخد قطع تانية يعني فاهم قصدي ويرفع في سعر القطعه يعني فاهم قصدي دي لا انا باكد لك بالكلام اللي ضحك على حد في الدنيا وفاهم ان دي النصاحه وشطاره هو ضحك على حد في الدنيا فعلا لا هو ضحك على نفسه ده عبيط يعني اللي انا افهمه انه من اشد انواع يعني انا عايز اوصله لك يا فندم في ان في اليوم ده اصلا ما بيبقاش فيه تخفيضات لا يا فندم أنا لا هي بتبقى ده برضو ناس قليله جدا لا انا هقول لحضرتك ناس قليله جدا
انما اصلا في اليوم ده معظم المحلات ما بتعملش تخفيضات، هي بتيجي ترفع سعرها وتيجي تقول لك انا خد قطعه مثلا وقطعه ثانيه ليهم كده. اتفضل. الفقير يعرف يعني ايه شميز اللي حضرتك قلتها دي؟ لا ما يعرفش. ما انا ما بتكلمش على الشميز ولا الولا ليها دعوه بدول. لا انا بقول على على سبيل المثال يعني حضرتك مثلا تمن جبنه تمن جبنه انا معركز والله معاك تمن جبنه اديله ربع يعني يا عم انا اديله ربع اللي عاوز اصله. ارجع اقول لحضرتك تاني، اشد انواع الغباء ان تظن انك ذكي وانك ضحكت على غيرك او يعني لا ده ضحكت على نفسك في النهايه. انت ده اشد انواع الغباء. ليه؟ مش هتحس دلوقتي، هتحس قدام بقى. بس هتعرف انه انت ما ضحكتش على حد لانه ويا ليتني ما فعلت هذا. لا تسكت، اللي صاحب حق عندك هياخده يوم القيامه. ولا ويا ليتني هتعرف بقى ان انت ضحكت على مين يا ناصح؟ ضحكت على نفسك بس. يبقى البعيد اغبى. خصمت من الرصيد بتاعك في حياتك. خصمت من الرصيد خلاص. ما انا بقول لك بتخصم، ما هو ده من دم ده خلاص ومش شايف رصيد. لغايه ما يخلص فياخد من سيئاتهم تتخطى عليه والعياذ بالله. فالموضوع احنا محتاجين لنشر نرجع تاني نشر هذا الفكر وهذه المبادئ والقيم، قيمنا الاسلاميه، قيمنا الخلقيه الانسانيه، سنه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني نطبق وننشر هذا الكلام، محتاجينه، احنا محتاجينه دلوقتي. فقد يكون اللي بيتفرج عليه يقول لك ايه الراجل الرومانسي. لا 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 إيه لا 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 حضرتك طبقت ونفذت فعلا. أنا وحالات كتيره فعلا والحمد لله فضل. اقول لحضرتك على حاجه تانية، اللي عايز يتاجر مع ربنا ويكسب في الدنيا وفي الاخره، راجل غني، راجل معاه فلوس وعايز يتاجر، طب ما انت هتجيب حضرتك، ما تجيب اتنين شباب واجر لهم عربيه نص نقل وخدهم وملاها طماطم من الغيط وخليهم ينزلوا يقفوا في الشارع لا محل ولا غير محل وخليهم يبيعوا. هيبيع ارخص من المحل ولا لا؟ هيبيع. العربيه هتخلص في قد ايه لو بتبيع ارخص من المحل؟ هيبقى هتخلص على طول. لا الناس محتاجه للارخص. انت حضرتك بتشوف الناس بتدور على الارخص. دي حقيقه، دي حقيقه، بتتخطف صح ولا لا؟ دي حقيقه، دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. انت حضرتك عملت ايه؟ الكلام ده ممكن ما يعجبش حد. انا بضرب لك مثل، اللي عاوز يتاجر مع ربنا بجد، حط لنفسك صفه، انا بتاع الغلابه. انا بتاع المساكين، انا مع المساكين. جبتها منين؟ سيدنا النبي كان يدعي يقول ايه؟ ناخد الفصل ده وبعد كده نرجع لسيدنا. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. هذا دعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا. ورجعنا بعد الفاصل مع استاذ عصام الكومي. اهلا وسهلا. الكلام مع حضرتك جميل بصراحه، ربنا يخليك. انا افتكرت حاجه عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل. من منبر حضرتك الاعلامي. اتفضل. اهالينا في طنطا الغير قادرين او حتى القادرين. تمام. اولا انا بسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرحم شهداء هذا الفيروس اللعين. اللهم امين يا رب. من قضى نحبه اسال ان هو يكون من ضمن الشهداء وفي فئه الشهداء. وبسال ربنا سبحانه وتعالى انه يرفع المعاناه وهذا المرض عن المصابين. يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يخفف الالام على كل المرضى ومنهم طبعا الكوفيد والعياذ بالله كورونا. عايز اقول انه لو سمحتم اكتبوا الرقم ده، اللي بيسمعني وبيشوفني دلوقتي اكتب الرقم ده، واتمنى ان حضرتك يتكتب على الشاشه لو هيتكتب على الشاشه او ما يسمعوه لو نقدر نعلنه. الرقم ده 0109149922. معايا في الكنترول يا جماعه بتسجل الرقم؟ نقوله تاني. طب ممكن نعرضه على الشاشه؟
01 09 01 09 01 09 01 49 49 22 22 ده رقم لحد من الناس المحترمه اللي هيردوا عليك لو انت لا قدر الله عندك حاله محتاجه الانبوبه اكسجين حالا وفورا، يتصل بالرقم ده ويروح ياخدها منه مجانا حضرتك. كان في ازمه اصلا فعلا في اسطوانات الاكسجين، من ضمن الحاجات اللي احنا الحمد لله من فتره شغالين عليها. فلكن طبعا برضو حابب اقول تاني ان لو حد لا قدر الله محتاج لاسطوانه اكسجين يتصل على الرقم ده، يتصل على الرقم ده هيقول له تعالى معايا في الكنترول يا جماعه. تمام كده يعني، تمام. فده الاستاذ اسامه برضو عشان يبقى عارف الاسم، استاذ اسامه 01 09 149 22. الاستاذ اسامه ده عنده اسطوانات اكسجين، فهو رقم تليفونه لو ينزل معانا على الشاشه. الغير قادر ومحتاج للاسطوانه الاكسجين يتصل على الرقم ده بالاستاذ اسامه، هو هيبعت له الاسطوانه الاكسجين ليه مجانا، صح كده؟ صح كده، تمام كده. ف لازم شوف ما تفوتش لحظه وما تفوتش فرصه في تعاملاتك وفي علاقاتك وفي اتصالاتك، طالما ربنا سخرك وحطك في هذا المكان او بهذا الحجم او بهذا الشكل، الا واشتغلت في جبر الخواطر. لو جبرت في الدنيا بالخاطر، طبعا احب اقول الكلمه المشهوره اللي دايما بتتقال، من سار بين الناس جابر الخواطر ادركه الله، ادركه الله في جوف المخاطر، في جوف المخاطر. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. مين منا مش عايز يطلع من الدنيا وربنا راضي عنه؟ مين منا مش طمعان في ان ربنا يجبر بخاطره؟ مين منا مش محتاج لربنا؟ كلنا. طيب كلنا، طب كلنا محتاجين لربنا. عملنا ايه طيب؟ عملنا ايه؟ اللي يعيش لنفسه ده يبقى عليه العوض. ده مش بني ادم، مش انسان. اللي يعيش للناس ربنا هيبعت له يوم القيامه اللي ياخده من ايده ويشيله ويدخل بيه الجنه. وما اكثرهم ان شاء الله. لكن ازاي؟ زي ما قلنا كده، حضرتك قلت الفقير هيخش الجنه قبل الغني ب 500 عام، وفي بعض الاحاديث 70 خريف. 70 خريف، ما هو ان يوما عند ربك كالف سنه. ما انا بقول هو الفقير هيتحاسب على ايه؟ طب ايه اللي حضرتك عايزه عشان المبادره دي تكمل؟ يعني توجه رسالتك للساده المشاهدين او للساده رجال اعمال محافظه الغربيه. تسمعوني بقلبكم مش بقدامكم، واوعى تفتكر ان انا طالب منك حاجه. لا 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 لا، انا اقصد انا بخاطب الناس. اوعى تفتكر ان انا طالب منك حاجه. لا، انت فتره الانتخابات عدت وكنت حضرتك ناوي ترشح نفسك، بس خلاص صرفت نظر عنها قبل ما تبدا. لا 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 لا، ومع ذلك انت حضرتك مستمر في ناس. لا انا ما كنتش كده اصلا، ده هو ربنا اللي بيسخر علشان ربنا يوجهني، بس عشان ربنا يوجهني. قال لي لا، ده مش طريقك، ده مش طريقك، خلي طريقك هنا، انت طريقك هنا وانا هفتح لك. انا ما بعملش حاجه، ده هو الطريق عمال يفتح واحد ورا واحد واحد ورا واحد من غير ما، لا يعني انا مش لا بدعي ان انا صاحب حاجه ولا فكر ولا خالص، هو ربنا بيفتح وخلاص وبمشي في الطريق. فاكر لما عملنا بث مباشر للمبنى المبنى اللي في شارع سعيد، حضرتك فكرتني، فاكر؟ طب فين انا؟ طبعا من خلال منبر حضرتك بكرر تاني، يا معالي وزيرة الصحة استحلفك بالله، والتاني المركز الطبي التاني اللي هو شارع، ما هو ده استحلفك بالله، الملجأ اللي كان شارع سعيد. ما انا هبدأ بالأهم، ده وده المكانين دول فعلا المفروض يستغلوا. انا هبدأ بالأهم، يا معالي وزيرة الصحة استحلفك بالله، يا معالي الدكتور المحترم، يا معالي الوزير محافظ الغربيه طارق، الدكتور طارق رحمي، الدكتور طارق رحمي، يا معالي الوزير استحلفك بالله، يا جميع الاطباء والمشرفين على الصحه في طنطا وفي الغربيه وفي وسط الدلتا بالكامل، تمنوا. انا كلمت الدكتور احمد شعراوي اللي كان محافظ الدقهليه، جاري وصديقي وبيصلي معايا وراجل محترم وراجل طبعا يعني له ثقله، ووعدني انه ينقل الفكره للمعالي وزيره الصحه. ايه بقى؟ لو بقى ايه الموضوع يا عشان حضرتك يبقى يكمل؟ في حاجه اسمها المركز الطبي في شارع سعيد
مع بطرس، صح كده؟ اه بجوار مبنى حي تاني، مع المركز الطبي بجوار حي تاني. المركز الطبي ده واخد الناصيه ما شاء الله في حته، في منطقه استراتيجيه يعني ما ليس لها مثيل في طنطا، ومساحته كبيره، ومساحته كبيره جدا، ودور واحد ارضي ودور واحد ولا حياته، وبيقفل بالليل بيبقى فاتح ان حد عايز حقنه ولا يعني. لا يمكن لا يمكن يكون في مكان زي ده واحنا بنقول ما فيش توسع. كان ممكن استغلناه في العزل. لا ده غير، خلينا من العزل لان يعني العزل له يعني، خلينا انا مش هدخل في دي لا خلينا لما هو اهم. المكان ده، لما يتهد حضرتك ويتعمل برجين اتنين، برج بابه من شارع سعيد وبرج بابه من شارع بطرس، ده منفصل وده منفصل، ويطلع 7-8 أدوار 10 أدوار. احنا ينقصنا في وسط الدلتا بالكامل، مش في طنطا ولا الغربية ولا في الدقهلاء، احنا ينقصنا في وسط الدلتا بالكامل. ما عندناش حاجة تخص علاج ضمور العضلات، وخصوصا المخ والحاجات. ما عندناش حاجة تخص الأمراض المزمنة. ومن خلال مبادرة السيد الرئيس اللي هو مطلقة دلوقتي موجودة بقى لها فترة، وأطلق السيد الرئيس اللي هي علاج الأمراض المزمنة، ما عندناش علاج أمراض مزمنة في وسط الدلتا. عايزين أماكن متخصصة يبقى فيها علماء وفيها مراكز أبحاث وفيها مستشفى وفيها، عندنا الأماكن متاحة تكفي ومتاحة تكفي. المساحة كبيرة جدا وتتقسم. الكلام ده مش موجود، ومكان غير مستغل بالمرة، حرام ولا حلال؟ معالي الدكتورة نيفين الخباش الشؤون الاجتماعية، عندنا ملجأ في شارع سعيد، المساحة مساحته كبيرة جدا، ووقفنا صور وانا صورته واتكلمنا ونشرته، مساحته كبيرة جدا. ده بيعمل ايه الملجأ ده؟ حاطين فيه موظفين ويعني وحالته متهالكة وحالته يعني وغير مستغل بالمرة، وبرضه دور ارضي ودور علوي، ما فيش اكتر من كده. الملجأ ده لما يتعمل مركز، شؤون اجتماعية وفي كل ما هو مفيد، او نشوف يستغل ازاي بدل ما رميته بالطريقة دي كده. قبل ما اختم مع حضرتك في نقطة عايز اتكلم مع حضرتك فيها كده سريعا، لان الوقت خلاص قرب يخلص. اتفضل. الشهداء الاطباء هل لهم حق ان هم الدوله تكرمهم او محافظتهم تكرمهم على ما فعلوه وما بذلوه، وان هم ده فرد مش حق، صح ولا غلطان؟ ده فرد مش حق يا فندم. يعني الشهيد اللي استشهد بسبب هذا المرض علشان يحميني ويحمي حضرتك ويحمي اولاده ويحمي المجتمع، زي بالظبط الجندي المقاتل اللي واقف على الجبهه بالظبط، اللي واقف هناك دلوقتي سواء في سينا او سواء في، لابد من تكريم الناس دي. يعني مش تكريم يا اطلاق فندي. اسم شارع، اطلاق اسم مدرسه، ده اقل حاجه، دي اقل حاجه. يعني في الدكتوره رغدة الدخخني، في الدكتور احمد الحلواجي، في ناس كتيره قوي 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 قوي. يعني انا ناس علشان بس الناس ما تقعش مني، استشهدوا بسبب الفيروس ده. يعني المفروض المحافظ يكون ليه نظره خاصه لاهالي، لكي بس الطمانينه في قلوب يعني زوج زي ده. الكلام ده مرجع بقى للسيدة وزيرة الصحة المفروض. لا اصلا انا ما جيت دورت في الموضوع ده وحاولت ان انا قال لك لازم مش عارف ناخد اذن من هيئة الابناء، وبعد كده مش عارف اذن مش عارف من هيئة ايه، وبعد كده محافظة، وبعد كده مش يعني قصة طويلة. لا داعي يعني. انت دي ناس بذلت روحها بسبب الوطن وبسببي وبسبب حضرتك، فالمفروض يكون في رد فعل للناس دي تكريما ليهم. ده فرد ده دي اخر حاجه انا كنت عايز اقولها. طبعا يعني حقه. انا بشكر حضرتك جدا وسعيد ان حضرتك كنت معايا، ودايما يا رب في ظهور دايما معايا، وده شرف ليا ان بدع ربنا ان يكون كلامنا خالص لوجه الله ان شاء الله، حتى يمس القلوب ان شاء الله، لانه لو خالص لوجه الله ربنا هيفتح له القلوب ان شاء الله. ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين، ارجو ان تكون نالت اعجابكم، والى اللقاء الى حلقه اخرى يوم الاثنين القادم. سلام عليكم.